استاذ احمد من الفيوم اتفضل. ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله. اخبار صحتك ايه؟ العفو يا فندم، حضرتك بالصحه والسلامه. والله ربنا يكترنا من امثالك بس الاول. الله يكرمك، الله يكرمك. طب استاذ سامح، احنا من 2016 بنجي في التطبيق. بتجري فين؟ في التطبيق، ما حد يرسل فينا. بتجري في ايه؟ في التطبيق. ترقيم الحيوانات؟ لا، تطبيق الخلقان. ترقيم؟ تبطين. انا اسف، تبطين الخلجان، عايز تبطن الخلجان اللي عندك. اه سمعت. احنا 2016 بنجري. ليه انتوا فين دلوقتي؟ انت في مركز ايه؟ كل ما اروح له بقول لك المقرض الافريقي يعني. انت في مركز ايه قول لي؟ انا محافظ الفيوم. المركز سيلة البلد. سيلة البلد. حاضر، عايز حاجة تانية؟ ايه؟ ليك طلب تاني؟ انا بس انا همي واملي ان تبطين تنزل بس في الخلجان يعني، مش اكتر. عينيا الاثنين، وانا هتابع لك دلوقتي هنشوف يعني سبب التاخر ايه، وانتم محطوطين في الخطه ولا لا، يردوا عليكم. يعني هو انت لو من 2016 قال لك انت هتعمله في 2030 هتعرف وتسكت، انما ما ينفعش يقول لك لسه 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 لسه. دي الامتى؟ ايه خطتك اللي انت بتشتغل بيها عشان ترد على الناس دي؟ يا جماعه الرد على الفلاح هو حل المشكله. الرد على الفلاح بيريحه، بيطمنه، بيخليه يعرف ان المسؤول مهتم بيه. عناية الاثنين. حاضر.